هنا يباع أغلى أنواع الأسماك. سوق السمك في البصرة القديمة حاله لا يسر الناظرين، فالباعة والمتبضعون يعانون من تراكم الوحل والأطيان منذ سنوات، خاصة في فصل الشتاء. المكان يفتقر لأبسط أنواع الخدمات، والإجراءات الحكومية هنا لا تزال خجولة تجاه هذا السوق العتيق الذي تحول إلى مصدر للأوبئة والأمراض بدلا من مركز للتسوق. لا ما تقدر تطب، لازم ما يقدر يطب، باع الخيسة بعينك. يعني البصرة هاي أم الخير أم النفط، والله عيب بالحسين. يعني طلعت الوادم مظاهرات، كثرت الشباب، ملت الوادم وقعدت، هم خي يحسون أرواحهم. إحنا بفلوسنا، إحنا اللي على حسابنا، نروح نجيبهم ونجيب الصاروخية نسوي المجاري. لا واحد لا إجا مسؤول ولا إجا هاي، الله وكيلكم محمد كفيلة. هاي الخيسة مال البصرة وهاي تشوفها بعينك. يعني مثل هذا السوق هسه، هذا سوق الأسماك، يعني مفروض كاشي، اشتايقار، أرصفة حلوة، محلات جميلة، يعني شكو منها إذا تصير هاي الحالات. يعني مو عيب يعني، ولا هي مثلا تقول انت فد شيء، انت مشوف شيء عظيم يعني، محلات ومجاري وترتيبات. عمرنا كله ما شفنا السماكة يعني يوم من الايام طبت بها فد مكان نظيف بيه. الحكومة المحلية أدرجت سوق البصرة القديمة على قائمة المشاريع المزمع تنفيذها من أموال قانون الأمن الغذائي، ويتضمن إعادة تأهيل السوق، إنشاء بنى تحتية في مقدمتها شبكة للمجاري الثقيلة، وأعمال الأرصفة والتبليط بحسب معنيين. احنا بالنسبة كجهات رقابية ومتابعة تابعين هذا الموضوع ويا قاطع البلدية، وأكو إجراءات وإحالة هذا المشروع على الجهات المختصة لإعادة تأهيل هذه المنطقة بالكامل، يعني هي منطقة السعدونية والبصرة. فالإجراءات على قدم الساق الآن الحكومة متوجهة توجه كامل لهذه المنطقة، لأن تدرون هذه المنطقة أصبحت منطقة موبوءة. إعادة تأهيل سوق السمك في البصرة القديمة خطوة وإن أتت متأخرة، لكنها قد تنقذ حياة آلاف من البصريين المولعين بشراء السمك من هذا المكان بحالته البائسة هذه. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.